اذا نطلع هاي هون عندي الكومبلكس فريكونسي دومين بنمثل فيه اي فريكونسي كومبلكس فريكونسي. الفريكونسي التقليديه اللي احنا دائما بنفكر فيها هي جي اوميجا، بس احنا هون وسعنا مفهوم الفريكونسي فصرنا نقول انه الفريكونسي مش بس هي اللي بتكون ساينوسويد ولها فريكونسي ولها بيريود، وسعنا فكره الفريكونسي بالديكاينج والجروينج اكسبوننشلز، فضفنا اكسس جديد مزبوط. فصرنا نقول السيجنالز في العالم الواقعي ما بتكون بس ساينوسويد ولها كونستانت ماجنيتيود، السيجنال الحقيقيه لها تو فريكونسيز، لها كومبوننت بعبر عن الديكاي تبعها او الجروث تبعها اللي هو ممثل في هذا الاكسس، وفي لها كومبوننت ثاني بيمثل عن الراديان فريكونسي تبعتها اللي هي راديانس بير سكند اللي هي اللي احنا تراديشنال بنعرفها. فصرنا نقدر نعبر عن ريج اكبر من الفريكونسي. لو ضلينا على هذا الاكسس ما بنقدر نعبر غير عن الفريكونسي ساينوسويدال فريكونسيز لهم كونستانت امبليتيود ما بتغيرش، واذا ضلينا على هذا الاكسس بنعبر بس على اكسبوننشلز. فلما دمجنا اثنين مع بعض صرنا نقدر نعبر عن سيجنالز زي هيك، وهذه مهمه لانها بتمثل السيجنالز السيستمز اللي احنا بندرسها. السيستمز الحقيقيه في الحياه الواقعيه ممكن ات كان اكزيبت اني ون اوف ذوز سيجنالز. يعني السيجنالز الحقيقيه لو عندي سيجنال في اوسيليشنز بس الاوسيليشنز ديكاينج عمالها بتصغر، ايش بشوف؟ يعني جيت ضربت سيستم وتركته عمل اوسيليشن وبعدين عمل ديكاي، او سيستم ثاني مسكته وتركته ورجع لمكانه الاصلي، او سيستم انستابل جيت اعطيته انبوت معين لقيته بدا يزيد باستمرار بشكل كبير، او بدا يزيد وهو في عليه. فهاي بقدر اعبر فيها عن كل الرينج اوف فريكونسيز المختلفه. بدنا نعمل مابينج الان من الاس دومين للزد دومين. قلنا انه زد بتساوي اي تو ذا اس تي، مش هيك كان هذا التعبير وقتها لما قلنا انه زد ماينس 1 بتساوي اي تو ذا ماينس اس تي. بس تي احنا ما انتقلنا من هون لهون الا عبر تي اللي هي السامبلينج تايم. راح نسميها تي اللي هي السامبل تايم، وعندي اف سامبلينج بتساوي 1 على تي، واوميجا سامبلينج بتساوي 2 باي اف اوف اس وتساوي 2 باي على تي. بتحب تسميها تي اس، انا راح اشيل الاس بس ممكن نحط هون الاس في البدايه بس نعبر نفهم منها هاي هي السامبلينج فريكونسي. فانتقالنا من هون لهون مشروط بوجود تي، لازم يكون في تي، وتي هاي بتحدد لي السامبلينج تايم اللي موجود. فلما اجينا عوضنا زد هلا بتساوي اي تو ذا اس تي، اس تي بتساوي سيجما تي بلس جي اوميجا تي، وهدول بقدر افكركم بهذا الشكل. فعندي اذا اجيت الان اطلعت على اي تو ذا جي اوميجا تي ايش الماجنيتيود تبعها دائما لازم يكون؟ اذا شاكك اي تو ذا جي اوميجا تي حسب اويلرز ايدنتيتي شو بتساوي؟ بشكل عام اي تو ذا ثيتا e to the j theta شو بتساوي؟ cosine theta plus j sine theta. ايش هاي اسمها؟ اويلر. اذا بتتذكروا كنت حكيت لكم هاي لان هي identity ما في value، فيش value واحد من theta بحقق هاي، اي value من theta هاي صحيح، ولذلك احنا سميناها identity مش equation. فعندي e to the j theta بتساوي cosine theta. إذا صار عندي e to the j اوميجا تي، لاحظوا إنه اوميجا تي وحدتها هي نفس ثيتا مظبوط؟ مظبوط؟ اوميجا تي ايش وحدتها؟ radians per second، وتي وحدتها seconds، فاوميجا تي هي عبارة عن ثيتا. وهي وحدتها radians per second. فهذول المعادلتين متماثلتين، فهي صارت cosine اوميجا تي plus j sine اوميجا تي. ناخذ e to the j اوميجا تي كماجنتود بدها تساوي كوساين اوميجا تي تربيع وتحت الجذر اذا بدك هون زائد ساين اوميجا تي تربيع، وهي تساوي جذر الواحد وتساوي بي. فالماجنتود تبعت الماجنتود تبع هاي تبعت هذا الجزء من زد دائما واحد. اذا كيف راح يكون زد لها قيمه اكبر من واحد او اصغر من واحد؟ مين اللي بحددها؟ سيجما. إذا سيجما كانت زيرو قديش بتكون اي تو ذا سيجما تي؟ اي تو ذا سيجما تي، تي كونستنت، احنا عارفين تي، تي كونستنت لها قيمة معينة. إذا كانت سيجما بتساوي زيرو، إذا اي تو ذا زيرو تي بدها تساوي واحد. هلا إذا سيجما أقل من زيرو، نيجاتيف يعني، اي تو ذا سيجما تي بتكون أقل من واحد، مظبوط؟ وإذا سيجما كانت أكبر من زيرو، إذا بتكون اي تو ذا سيجما تي أكبر من واحد، مظبوط؟ هاي كريتيكال بالنسبة لنا. نرجع هون، سيجما لما كانت
اكبر من زيرو او اقل من زيرو. ايش كنا نحكي عن هدول المكانين؟ لما كانت سيجما اكبر من زيرو ايش كنا نحكي عنه؟ الرايت هاند سايد. ولما كانت سيجما اقل من زيرو شو كنا نحكي؟ عن الليفت هاند سايد. وهذا الخط كان مهم لانه كان يفصل ستيبل عن ستيبل. هي طلعوا ستيبل، هي شكله واضح، هي واضح انه هذا السيستم ان ستيبل بسبب سيجما مش بسبب جي اوميجا، بسبب سيجما، لانه سيجما صارت هون، لانه صار السيجنالز كلهم يعملوا اي تو ذا سيجما تي وسيجما بوزيتيف، اي تو ذا سيجما تي وسيجما نيجاتيف. فهذا الخط مهم بالنسبه لنا من هون. فصارت هلا الكرايتيريا، اذا كانت سيجما اكبر من زيرو او اقل من زيرو راح تكون اي تو ذا سيجما تي اكبر من واحد او اقل من واحد. بس الماجنتيود تبع اي تو ذا جي اوميجا تي الماجنتيود ايش بيساوي؟ واحد. اوكي، اذا شو الكرايتيريا؟ صارت هلا استابيليتي كرايتيريا، كانت انه سيجما تكون اكبر من زيرو او سيجما تكون اقل من زيرو او سيجما تكون زيرو. فقلنا هذا السيستم لما كانت سيجما اكبر من زيرو هذا هون انستابل، راح يعمل جروين. هون سيجما اقل من زيرو كان السيستم ستيبل، وهذا هون سميناه مارجنالي ستيبل. لو بدنا ناخذ هلا هذول هون ونطلع على الماجنتيود تبع زد تبعا لهذه اللي اجينا هون عملناها، رح نيجي نطلع لو بدنا اجينا نشوف الماجنتيود تبع زد. اذا زد الماجنتيود تبعها رح يكون اكبر من واحد امتى؟ لما سيجما، لما تكون سيجما اكبر من زيرو. وزد الماجنتيود تبعها رح يكون اقل من واحد لما سيجما تكون اقل من زيرو. وزد رح يكون الماجنتيود تبعها بيساوي واحد لما سيجما بتساوي زيرو. اذا من هاي ايش بنقدر نستنتج؟ صارت الستابيليتي كرايتيريا الجديده في الزد دومين، بطلت الان سيجما، صارت هل الماجنتيود تبع زد اكبر من واحد ولا اقل من واحد ولا بيساوي واحد. اوكي، بيساوي واحد، صارت مارجنالي ستيبل.